ده اليوم ما كنتش عارفه كده، ولا كان امتى حاول الاستماع للالعاب الالكترونيه والجديد في هذا اللقاء اليوم هو تركي جي تشارك مع مقابله دوليه يعني وجود دولي لكيبي مره اخرى، يعني نجاح استراتيجيه الاستثمار في هذا الحكومه في اقناع مقاولة اخرى للاستثمار هنا في المملكه المغربيه في هذا المجال اللي كنعتبر بانه في حيويه دوليه مهمه، وكان لابد ان المملكه المغربيه تستفيد من هذه الحيويه وهذا التطور اللي كتعرف الصناعه على الصعيد الدولي. مره اخرى نذكر بانها الهدف الاساسي كيبقى الحكومه من منطقه من هذه الولايه هو خلق فرص الشغل، خلق يعني فرص الاستثمار كذلك للشباب والشباب، وهنا نرى بان كاين هناك الشباب دو تجربة المقاولات الكبرى على الصعيد الدولي اللي غيعطيو غيخلقوا وراءهم ديناميكيه باش يكون واحد ليكو سيستيم اللي غيشجع حتى المقاولات الصغرى المغربيه اللي ستارت اب باش يزيدوا قوه وجودهم في هذا السوق اللي هو في الاخير هو السوق الدولي. شكرا سيد وزير. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.